قطاع الصحة وكل القطاعات الأخرى منها الداخلية والتمرين البدني والشحن، حتى وتنظري في الشارع كاين اللي ما يديروش، لا عدد كبير من المواطنين واعيين وبفضلهم بفضل كل الشعب الجزائري الحمد لله رانا في أرقام اللي تشجعنا كثير ورانا في استقرار بالنسبة لما نشوف موجة ثانية في بعض الدول. لكن سيداتي هذا الكلام مهم جدا، حذاري ثلاث مرات يلزم نحافظوا على الشيء هذا. حتى المنظمة العالمية للصحة راهي الحمد لله راهي قالت الجزائر راهم تبعوا بفضل كل الإجراءات أرانا الحمد لله في وقت. لازم احنا هذا الجزائر نتاعنا لازم نحافظوا الوضع هذا. إذا كان فيه شك هذا شيء مهم جدا كلامي. كاين الناس يقولوا كيفاش العدد عندنا جوارنا طلع جيراننا طلع أو في الدول الأوروبية طلع حنا عندنا. معليش إذا عندك شك في الأرقام اتجه للمستشفيات. عدد الأسرة المستعملة نقصت إلى درجة واطية كثير. عدد المرضى اللي متواجدين ولا يتجهوا الأقسام وين يستقبلوا المرضى قليل جدا. احنا رانا في حالة هدوء حتى جعلتنا احنا وزارة الصحة نطلب من زملائنا داخل المستشفيات الانطلاق تاع العمل العادي، العمل اللي كان في السابق.